القصف يقوم بقذائف الهاون والمدفعيه الثقيله والدبابات. ايضا في الرستن يعني تشهد المدينه قصف بالمدفعيه وراجمات الصواريخ، والاهالي يعني الان في حاله هرع وخوف. وتم استهداف ايضا مسجد في المدينه، واليوم كان هناك قصف عنيف جدا بالمدفعيه والهاون على الخالديه والقصور، والانفجارات تهز هذه الاحياء الان، والحرائق يعني تعم المنازل في وخاصه في حي الخالديه وفي جورة الشياح. نعم، هل تسمعوني؟ نعم، ما زلت معك أخي. وفي جورة الشياح يعني قامت كتائب الأسد بمحاولة اقتحام الحي، وتصدى لهم الجيش الحر البطل، وذلك عندما قام بتفجير لغم، مما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة بصفوف كتائب الأسد. وبعد ذلك يعني جن جنون النظام، فأمطر الحي بالعديد من القذائف وقذائف الدبابات والهاون الذي يعني لازال يتساقط إلى الآن في جورة الشياح. أيضا في حمص القديمة وتحديدا في حي باب هود، يعني هذه الليلة جرى قصف عنيف بالهاون والصواريخ، ولا زالت الحرائق يعني حتى الآن يعني منذ الليل وإلى الآن مشتعلة الحرائق في منطقة باب هود. في بعض المنازل كما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف من حاجز ثانويه خالد بن الوليد وحاجز مطعم اسمه مطعم أجاجة. وفي تلبيسة يعني كما ايضا يجري الان تحليق الطيران فوق سماء المدينه، والقى هذا الطيران برميل كان يحمل هذا البرميل القنابل العنقوديه، وايضا في المباركيه يعني اليوم جميع مناطق حمص وريفيا تتعرض للقصف، وخاصه يعني المباركيه طوال الليل، وطيران ميج يعني ينفذ غاراته الجويه فوق هذه القريه، وقد قام باطلاق صاروخين يعني فوق القريه، وبالتزامن مع يعني قصف عنيف للمناطق القريبه من هذه المنطقه في منطقه القصير. وفي الحوله يجري نعم تفضل لك في منطقة جوبر أيضا والسلطانية يعني جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر والجيش النظامي مع استمرار القصف المدفعي والصاروخي. هذه المناطق تقع الكل يعلم بالقرب من حي باب عمرو، أيضا في القصير وتحديدا في أيضا البويضة الشرقية الطيران المروحي يسقط على ماذا يتركز أكثر شيء القصف أخي أبو محمد في المنطقة لديكم منذ قرابة الأسبوع؟ هذا الأسبوع كان من أشرس الأسابيع التي مرت بها مدينة حمص حتى هذه اللحظات. يعني أشرس المناطق التي تتعرض للقصف اليوم هو حي درب علبة والحولة والرستن ومناطق القصير وريفها، يعني ريف القصير اليوم يتعرض للقصف، وخاصة يعني من المناطق اللبنانية، يعني القصف قذائف الهاون تاتي من المناطق اللبنانيه من قبل كتائب حزب الله. وحي درب علبه يعني حي درب علبه كما ذكرت لك منذ اربعه ايام ليل نهار القصف بالهاون، والشهداء تسقط جراء يعني نقص المواد الطبيه، يعني لا احد يستطيع مداواتهم. كشهيد الذي بترت يده امس القصف بالطيران المروحي والمدفعيه الثقيله وراجمات الصواريخ على مدن الرستن والحوله وحي درب علبة هم أكثر الأحياء حتى هذه اللحظات على ما يبدو. القصف حتى هذه اللحظة ما زال مستمر. نعم، والآن يعني يوجد ثلاث طائرات مروحية تجوب حي درب علبة، وألقت منذ قليل يعني برميلين، ولا نعلم يعني إن كان هناك شهداء أم لا. نحن حاولنا إجلاء تقريبا 45 ألف شخص أول أمس وأمس، لكن لا نعلم إن كان هناك يوجد يعني بعض العائلات محاولة تفقد المنازل وإجلاء بعض الأهالي الموجودين في الحي. نعم، الوضع الإنساني على ما يبدو أيضا في هذه الحالات يصعب على الأهالي تأمين الخبز والطعام وأيضا حاجياتهم اليومية حتى المياه. أخي الكريم، رأينا في بعض الصور عدم توفر الخبز واستهداف في الأسابيع السابقة منذ ثلاث أسابيع، أيضا في حلب قرابة ثلاث مخابز، وفي مدينة حمص أيضا أحد الأخوة حدثني أنه تستهدف المخابز بشكل خاص من مدافع والطيران. كيف يؤمن الأهالي الخبز في هذه الحالة؟ نعم، أمس قصف مخبز دير بعلبي الآلي، وبصراحة أنا أحد الموظفين في هذه المخابز، طبعا فصلت منذ أكثر من سنة ونصف بسبب يعني نشاطي. أمس قصف مخبز دير بعلبة، الحمد لله يعني أجلينا الأهالي، يعني الآن الأهالي تصور يعني زرت أحد المنازل في الوعر من أهالي دير بعلبة الذين نزحوا إلى حي الوعر. تصور منزل مؤلف من ثلاث غرف به أكثر من 70 شخص، طبعا بس النساء، فقط النساء موجودين في هذا المنزل، أما الرجال ينامون
على الأرصفة في حي الوعر. حي الوعر الآن مكتظ بالسكان، لا أحد، المدارس جميعها يعني لا يوجد أحد، يعني جميع المنازل والمدارس مكتظة بالسكان، فقط النساء في المنازل والمدارس، أما الرجال فتنام في على الأرصفة في حي الوعر. يعني أهالي حمص تعيش وضع صحي ومعيشة سيء بسبب الحصار المستمر منذ أكثر من 5 شهور، حيث تنقص يعني كما ذكرت لك المواد الغذائية الرئيسية والمواد الطبية وموارد الطاقة. يعني رائحة الشهداء الآن الزكية منتشرة في جميع أحياء حمص، وما زالت يعني كافة الاتصالات مقطوعة، بالإضافة لانقطاع الكهرباء والمياه لمعظم ساعات اليوم، يعني ونقص مواد كبير في المواد الطبية والإعدام الخبز. يعني فقط هناك لدينا الجرحى، يعني لم نستطع إجلائهم من الأحياء، وخاصة حي دير بعلبة موجودين الآن الجرحى هناك، ونريد يعني دخول بعض الأطباء والممرضين ومعهم القليل من الأدوية. هذا الأمر صعب للغاية بالنسبة للأطباء في مدينة حمص، حيث الآن الطرق غير سالكة. وسمعنا أيضا من أحد الأخوة الذي حدثنا من مدينة حمص أنه قال يحتاج لمدة تقارب 6 ساعات أو 7 حتى يدخل منطقة كانت في السابق تحتاج إلى أقل من 7 دقائق لكي يدخلها. الوضع الآن هو وجود حواجز. أخي الكريم، حدثنا عن تمركز الحواجز وبأحجامها الكبيرة على مداخل المناطق لديكم. نعم، بالنسبة للتضييق وعدم منع الأهالي من الدخول. حي الخالدية محاصر تماما بالحواجز، لا أحد يستطيع الدخول والخروج، مع العلم أنه قريب من حي دير، ملاصق لحي دير بعلبة، لكن تصور يعني لا نستطيع الدخول والخروج إلى بين هذين الحيين. حي دير بعلبة هناك حاجز كما يسمى حاجز سوق الدواب، وهناك حاجز تل النصر، وهناك طبعا حاجز سوق دواب من جهة الغربية، وحاجز تل النصر، هذه مقبرة الشهداء في تل النصر. أيضا هناك هذا الحاجز يعني موضوع في الجهة الشمالية، ومن الجهة الشرقية هناك حاجز كازيت المكحل، ومن الجهة الجنوبية شبيحة حزب الله، جميعهم من شبيحة حزب الله على امتداد تقريبا 3 كيلومترات مدججون بالأسلحة والدبابات، يوميا يقنصون ويطلقون قذائفهم على الحي. بالنسبة للرستن، الرستن أيضا على مداخل الرستن ومخارجها يوجد حواجز ضخمة في الحولة، المناطق الموالية للنظام تحيط بمنطقة الحولة، لا أحد يستطيع الدخول والخروج إلى منطقة الحولة. تلكلخ اليوم يعني 10 أو 9 على التوالي محاصرة بشبيحة النظام، يعني اليوم مناطق التي يعني المعارضة للنظام تحيط بها المناطق المؤيدة للنظام والشبيحة، نعم. تقوم بقنص أي شخص يتحرك في هذه المناطق، وأيضا في القصير المنطقة الحدودية الواقعة على حدود لبنان، طبعا هذه المنطقة حدود لبنان يعني موجود بها شبيحة حزب الله الذين يطلقون كما ذكرت لك العديد من قذائف الهاون والأربجي والدبابات، يوميا تتعرض منطقة القصير لهذه القذائف. نعم، شكرا جزيلا لك أخي أبو محمد الحمصي، محدثنا من قلب الحصار في مدينة حمص العادية. السلام عليكم أخي أبو محمد.